تعالوا النهارده اكلمكم عن عملاقه من عمالقه الكوميديا وايقونه من ايقونات الفن. اتولدت في 4 مايو سنه 1913 وخلدت اسمها في سجلات الفن بحروف من نور وموهبه لم ياتي مثلها، وده اللي خلاها تعيش في اذهان الملايين من عشاق فنها في كل الاجيال، اللي ما عصرتهاش واللي عصرتها، وكلنا حفظنا عباراتها وافهاتها الشهيره زي كتاكيتو بني وإنسان الغاب طويل الناب، ويا سارق قلوب العذارة، ويا مهدى إلى الحديقة، ووارد أفريقة، وعوض علي عوض الصابرين يا رب. زينات صدق. يعني إيه يا عزيزة يا أخي؟ يعني حتى طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس أبدا على العقل الباطن. الفنانة الجميلة اللي عاشت في شارع عماد الدين طول حياتها من أول ما بدأت طريقها الفني لحد ما توفاها الله. 3 شارع جلال باشا المتفرع من عماد الدين عاشت الفنانة زينات صدقي في هذه العمارة. العمارة دي ملك اللواء مدكور، واللواء مدكور ده كان صاحب نجيب الريحاني، وكانت ظروف زينات صدقي كانت صعبة جدا، فنجيب الريحاني وفر لها الشقة دي، والشقة دي كانت وش السعد عليها وعلى كل زملائها اللي كانوا برضو ساكنين في نفس العمارة. العمارة دي كان ساكن فيها الفنانة نجمة إبراهيم والفنان إسماعيل ياسين وصريا حلمي وكمان عبد السلام النابلسي، وكان الجميع على ارتباط جامد بالفنان نجيب الريحاني. لكن كل هؤلاء الفنانين بعد ما كبروا في الفن ونجمهم بقى ساطع جدا تركوا العمارة ومشيوا، إلا زينات هي اللي فضلت في العمارة وارتبطت بشقتها ارتباط جامد جدا. على فكرة هي كانت ساكنة في الدور الرابع في العمارة. وفي نهاية الستينات بدأت زينات صدقي في الابتعاد عن الفن وما ظهرتش غير في أعمال قليلة جدا. كان آخر فيلم ليها فيلم اسمه بنت اسمها محمود، ده كان سنة 1976، وهي رحلت عن عالمنا في 2 مارس سنة 1978 متأثرة بمضاعفات المرض اللي أصابها وهو مية على الرئة. كمان من الحاجات اللي هم قالوها عنها ان هي باعت عفش بيتها وان هي نامت على الارض وباعت الفازات والسجاد العجمي الغالي اللي كان مفروش بيه شقتها عشان تسدد الضرايب اللي جات لها، وكان مبلغ من الضرايب 20,000 جنيه. لكن طلعت حفيدتها ونفت الكلام دوت وقالت ان جدتي عاشت مستورة لحد ما توفت وان هي ما باعتش عفش بيتها ولا حاجة، بالعكس ده العفش تنيته موجود في شقتها حتى تهالك. وفضل بيت زينات صدقي مفتوح لكل الزوار حتى آخر أيام حياتها. والعمارة اتبنت سنة 1926 وهي على النظام الكلاسيكي القديم، والعمارة بتتكون من 5 أدوار، وزي ما احنا شايفين هي مبنية على شقتين. ودي كانت جولتي في بيت الجميلة زينات صدقي. يا رب تكون جولتي عجبتكم واشوفكم في جولات جديدة. باي باي.